لو الحكاية فيها إن فيتو الإغلاء بصوتك النهاردة، يمكن النهاردة تاني يوم في يعني مش كل الناس نازلة، مش كل الناس ده واجب وطني، كل واحد كل مواطن مواطن يجب أن يغلق صوته. أعتقد ده واجب وطني علينا جميعا، المشاركة السياسية. رغم ان البعض بيقول النتيجة محسومة. لا لا لا، ده موضوع تاني، ده موضوع تاني. ما ممكن قوي يبقى واحد يبقى فيه 10 وتحس ان عن صوتي لواحد معين، يعني كل واحد صوت واحد معين ومش عارف مين التاني. لكن مجرد الفكرة الذهاب الى التصويت في الانتخابات المشاركة السياسية في مصير الدولة واجب وطني على كل واحد.